بقول لك ايه يا مرزوق، ايه ما يلا بقى نخش النام. ايه ده؟ لا ما انام ايه، احكي لي حدوته الاول. وانت كل يوم لازم احكي لك حدوتي قبل ما تنام؟ ما انت عارف انا ما بعرفش انام غير بالحدوته. طيب يا سيدي، طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا ما كان، ايوه كان فيه راجل شرير. لا الحدوته دي تخوف، مش هعرف انام. طيب احكي لك غيره. ماشي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، ايوه كان فيه راجل طيب. ايوه ايوه بقى، هي دي الحدوته اللي تخليني انام. طب تصبح على خير. وانت من قهر؟ اه انا مش عارف الولد زكزوك بيجيب الحواديت اللي تنام دي من ايه. حبيبي برضه اخويا اخويا. لو سمحت يا اخ، ممكن تقول لي فين بيت خليفة القفاص؟ وانت عايز بيت غريب القفاص في ايه؟ كنت عايزه في حاجه كده، ممكن بقى تقول لي فين بيته؟ انت يا جدع انت شكلك غريب مش من هنا. ايوه انا فعلا غريب، ممكن بقى تنجز وتخلص وتقول لي فين بيت خليفة القفاص؟ باه 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 باه، انت بتعلي حسك على غفير من غفر العمده؟ ما اقصدش يعني قدامي قدامي. ماشي حاضر. تسأل على بيت خليفة القفاص ليه؟ وانت مالك انت؟ وبعدين ما ينفعش انت والشخص الهمجي ده تجيبوني هنا بالطريقة دي. يعني ايه انا مالي؟ انا عمدة البلد، وما لأحكمها كيف يعني؟ ها؟ ولما اسألك تجاوب، عايز القفاص فيه ايه؟ وانا قلت لك انت مالك؟ هتقولي بقى فين بيت خليفة ولا اروح له انا؟ تروح له فين؟ انا لما اقول لك تقول يعني نقول. ها؟ ولا انت ويك وما تخليش مخلوق يعرف عنك حاجه؟ انطق. انا وخليفه اصحاب، كنا عايشين مع بعض في انجلترا، وانا جاي له هنا عشان اقول له على حاجه مهمه ما ينفعش حد يقولها له غير انا. يعني انت مش عايز تقول حاجه. خمر. ايه تاويه؟ هو مين دي تاوي اللي انت داخل بيها عليا؟ ايوه يلا لما تاويه. خلاص خلاص، انا ممكن يا عمده اقول لك انا جاي ليه. ما صحش تتكلم وانت واقف. اقعد اقعد واعتبر نفسك واحد من البيت. ها ساكت ليه؟ ما تقول تشرب ايه؟ عندي الخير كتير يعني، اذا تطلب الامر يعني ممكن اخد اي جوس يعني. هات له شاي تقيل يا مخيمر. من عينيا يا عمدي. انا عايزك تشرب الشاي وتقعد براحه راحتك وتقول لي كل حاجة على هواده. ماشي؟ ماشي. يا أهلا بيك. أهلا بيك. ياه ده باين عليه موضوع كبير قوي قوي يعني. أنا قلت لك يا عمدة، عشان كده بقى لازم أبلغ خليفة بنفسي. ها بقى يا عمدة، قولي العنوان فين؟ عنوان مين؟ خليفة. لا روح أنت وكل على الله وأنا هبلغه بكل حاجة. لا يا عمدة، ما هو أنا لازم أبلغه بنفسي، وبعدين خليفة وحشني وأنا عايز أسلم عليه. ما أنا هسلم لك عليه، قلت لك روح أنت توكل على الله. لا يا عمدة أنا مش همشي، أنا لازم أروح أبلغه بنفسي. يظهر أنك مش ناوي تجيب البر. ها؟ مخيمر. أتاويه يا عمدي. تتاوي مين الخرفان أنت؟ الراجل ده ضيف خليفة، يعني ضيفي وضيف البلد كلها. روح روح وديها اي ركوبه تنزل على اول البلد عشان يوصل لبيته بالسلامه. انا قلت لك يا عمده ان انا مش همشي، انا لازم اروح ابلغ خليفه بنفسي. تويها يا مخيمر. لا خلاص يا مخيمر خلاص. وصلنا يا مخيمر لاول البلد وامر الله. وانت يا عمده ما تنساش تبلغ خليفه بالكلام اللي قلته لك، ضروري ضروري هبلغه. روح انت توكل على الله في حفظ الله. سلام يا عمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياه دي باين عليها تحلو.